السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، حقيقة هذا كان نموذج عجيب من العلماء، وكان يساهم في أعمال الخير في مختلف الظروف، في أصعب الظروف. في يوم من الأيام قتلوا ابنه في صلاة الجماعة. كان عنده ابن، وابن هواي كان محترم وكان مؤثر وكان عالم فاضل. كان في حالة الركوع اجى واحد بيده خنجر او سيف او كذا وطعنه وسقط ونزفت الدماء من الى ان مات. طبعا هو السيد عفى عن القاتل، قال اعفو عنه، تركوه. حقيقة روحيات عجيبة كانت عنده. المهم الابن مثل هذا الابن اذا يقتل، اذا واحد سقط يسقط منه، تشوفون الام الى شهر الى اكثر من ذلك اي حالة عندها. بعض يصابون بحالة ذهول، فكيف بابن كبير في هذا المقام؟ فهو كان متأثر، ما في تشيع الجنازة، الابو والناس لا يمشون. في هذه الاثناء الناس شافوا السيد دا ينحرف في مشيه، يعني هالشكل دا يمشي، شوية شوية أخذ يتياسر أو يتيامن هالشكل، طلع إلى أن طلع من الصفوف. عجيب، راح ثم بعد مدة أخذ شوية شوية يدخل وعاد إلى موضعه الأول. الناس تعجبوا أنه شنو هذا، ما الذي فعل؟ بعدين بعض الخواص سألوا أنه شنو كان هذا العمل منك، هذا عمل ملفت كان للنظر. قال في الواقع، ألحوا عليه، قال في الواقع كان واحد جاءني قبل يوم أو يومين وقال أنه زوجتي في حالة ولادة، يعني قرب الولادة، وأنا ما عندي شيء، أنا محتاج، ما عندي شيء، ما عندي شيء، يعني زوجته تموت في حالة الولادة ربما، وأنا ما كان عندي ذاك الوقت. قلت له مثلا يوم الاثنين تعال، أنا في أثناء التشيع يوم الاثنين هذا جاي، لكن يشوف يروح يم السيد وداي شيء عبنا ما يصير، فواقف هناك يخجل، يقول أنا شفته والفلوس مخليه في جيبه، يقول أنا طلعت وصافحته. كان يخلي ظروف صغيرة في جيبه حتى واحد لا يشوف، يصافح ويضع المال الصغير يعني من ناحية الحجم في يد ذلك الطرف، صافحته خليت المال في إيده ثم عدت. شوفوا لاحظوا هذه العظمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الشخص في هذه الدنيا، مع أنه طالب فقير لا يعرفه أحد، الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه هذا الخير الكثير في كل مكان. وحقيقة من أعمدة نهضة أهل البيت، خط أهل البيت في القرن الأخير هو هذا السيد، هذا التوجه في تلك اللحظات. الإنسان يجب عليه أن تكون له طبيعة خيرة، طبيعة طيبة، يدخل في كل عمل خير، الله سبحانه وتعالى يدخر له هذه الخيرات، يعطيه عزة في الدنيا ويعطيه صيانة في الدنيا، لأن أعمال الخير تدفع كما في الحديث 90 نوعا من أنواع ميتة السوء. ميتة السوء يعني واحد يغرق بالبحر الأسماك تاكله، ولا يعثر إلا على هيكله العظمي، أو لا يعثر على ذلك، هذه ميتة سوء. ميتة سوء يعني والعياذ بالله الطباخ يشتعل واحد يحترق إلى أن يموت، هذه ميتة سوء. ميتة سوء واحد نقل لي قبل أيام أنه رجل أصيب بدنه بالدود، يعرفه ذلك الرجل، الدود هو حي يشوف الدود في لحمه، ودوا إلى المستشفى، أهل خشردوا منه لأنه يقولون هذا المرض خطير، وعالجوا ما فاد العلاج، بعدين مات في المستشفى فألقوه في الشارع، وأهل ما استعدوا أنه يجون
ويحملون جنازته خوفا من هاي ميتة سوء. واحد نقل لي قبل أيام يقول شفت واحد إجاني ساد رقبته يريد يتكلم صوته مو مسموع. قلت له شبيك صديقنا كان؟ يقول ففتح هذا الشيء شفت أنه بقدر أسفل الاستكان ثقبوا هذه المنطقة لمرض فيه ما يقدر يتكلم، ويقولون أن هذا المرض لا يعيش معه الإنسان، يعيش أيام قليلة ثم يموت. عمل الخير يعطي للإنسان عزة في الدنيا، يدفع عن الإنسان آفات الدنيا، والأهم من ذلك لعلكم تفلحون.